الرياضة العراقي عدنان درجال فاز بمنصب رئيس اتحاد بلاده لكرة القدم للدورة الجديدة الممتدة حتى عام 2025 بالانتخابات العلنية اللي جرت اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد. مراسلنا محمد الخفاجي بالتفاصيل. بابتسامة عريضة كهذه دخل وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال قاعة الانتخابات من أجل بداية عهد جديد. سباق انتخابي لم يكن ميدانه معبدا بالورود، بل شابته الكثير من المناكفات والمشاحنات وبث الشائعات، أخرها بيان لمجلس شورى الدولة يوصي بضرورة استقالة درجال من العمل الوزاري لكونه يضر باستقلالية المؤسسات الرياضية. أنا أشعر اليوم الانتخابات جرت بجو ديمقراطي كامل، هناك لجنة مشرفة صار لها أكثر من شهر ونص موجودة في العراق، لجنة من مرسلة من الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي هي اللي أشرفت على الانتخابات بالكامل، وبالتالي أنا ما أعتقد أكو مشكلة في كل الترشيحات ولا كل أي شيء صار بالانتخابات، جرت بشكل شفاف جدا. سعيد بتواجد الكابتن عدنان درجال، رمز كبير إن شاء الله يكون إضافة. سعيد بتواجد الكابتن يونس محمود اللي أنا أعتبره واجهه. نتمنى أنه خلال 4 سنوات قادمة تكون نهضة الكرة العراقية بوجود نجوم وأيضا خبرات إدارية أخرى بالمنظومة. دعوات لم تنقطع على أن يمضي هذا المؤتمر الانتخابي بسلامة دون أن تكون فئة معترضة تعكر صفو العملية الانتخابية، لكن ذلك لم يتحقق إذ علت بعض الأصوات مسجلة اعتراضها على بعض الجزئيات. ولم يكن لشرار حيدر المرشح المنافس لعدنان درجال إلا أن يباغت الكاميرات ويختفي بهذه الصورة عن الأنظار. عموما الاتحاد الآسيوي يقول 10 اكتبوا زاد الامرأة يصير 11، زين المطلوب انت وين امرأة 10؟ شلون ال 10 راح ينظلم؟ اللي انا ارشح 10 راح ينظلم، يعني راح يطلعوه اوت ويجيبون الامرأة، هذا مو صحيح. خب من الاول 9 والامرأة خلاص، الامرأة هي واحدة مزكيها، شلون زكوا علي جبار والاخ يونس محمود؟ خلاص روح على التزكيه نزكيها وهي فايزه، شنو انت تجي تفرض؟ هذا فرض، هذا مو صحيح. شفت انه هذه الانتخابات هي شفافه ونزيهه وما تم تلاعب بالاصوات وكلها كانت تحت انظار الاعلام. علي جبار ويونس محمود نالا ثقة الهيئة العامة بالتزكية لكونهما دخلا وحيدان على منصبي النائب الأول والثاني لرئيس الاتحاد، فيما كان فوز الرئيس عدنان درجال بأغلبية واضحة إذ حصل على 48 صوتا مقابل 16 صوتا للمنافس الوحيد شرار حيدر. لدينا عمل كبير انتظرنا بالمكتب التنفيذي، إن شاء الله نقدر نحقق تطلعات الشارع العراقي. هناك منهاج، أعتقد المنهاج قدمه الكابتن عدنان درجال ليلة أمس بالمؤتمر الصحفي، وإن شاء الله راح يكون لنا دور مهم، لكن أكيد هذا الدور ما راح ينجح إذا ما كان هناك دعم من الشارع العراقي والإعلام العراقي. انتخابات أشرفت على تنظيمها الهيئة التطبيعية التي قادت زمام الكرة العراقية لأكثر من عام لتسلم مقاليد القيادة إلى من يستحقها حسب قناعة الهيئة العامة. نحن أسسنا بشكل صحيح، وأنا أعتقد المكتب التنفيذي القادم بما يحمل من وجوه جديدة، وعادة الوجوه الجديدة والتغيير يحمل زخم كبير، أنا أعتقد كرة القدم في أمان إن شاء الله. محمد الخفاجي، صدى الملاعب.